ابدأ دائما في الإشي الصعب. برضو سامعينها كتير في عالم البزنس، إنه دائما حط التاسك الصعب تبعك في أول النهار. يعني أول إشي بلش فيه هو التاسك الصعب، عشان هيك عقلك بتعود إنه أنجز، بحس حاله إنه أنجز. فأنت اللي بتعمله إنه حتى لو أنت ما بتمر، خصوصا للناس اللي بدها تبدأ، خلينا نبدأ بالتاسك الصعب اللي هو خلال أول شيء بالنهار. لو أنت مش ناوي تروح على الجيم لسه ولسه بس بدك تبدأ، لو حطيت إنه أنا بدي أتمرن أعمل 5 دقائق في النهار، 5 بوشاب يا سيدي، بدي أقول لك 5 دقائق بس، 5 بوشاب. أول ما تصحى من النوم حمي حالك شوي هيك، حمي إيديك واعمل 5 بوشاب هدول اللي بديت فيهم، لأنه هيك أنت بديت في التاسك الصعب. ليش هذا بفيدنا؟ بفيدنا بعد فترة راح تلاقي إنك أنت بلشت تبرمج العقل الباطن عندك على إنه أنا هلأ في هذا الوقت عمالي بصحى عمالي بتمرن. شوي شوي راح تلاقي حالك عم بتروح على الجيم، شوي شوي منزيد التمارين، شوي شوي بتزيد الوقت اللي عمالك بتتمرن فيه، شوي شوي أنت وصلت للنتائج اللي بدك إياها. فالموضوع ببين كتير بسيط، بس بتراكم عليه أشياء كتيرة لبعدين.